محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. ما بقات إلا أيام قليلة على انطلاق أهم منافسة إفريقية خاصة بالأندية، وهي دوري أبطال إفريقيا. المسابقة اللي غتشهد هاد السنة تواجد جوج أندية مغربية، الجيش والرجاء. لذلك ضروري ما نهضروا على ممثلي الكرة المغربية في هاد المسابقة، نشوفوا آخر مستجدات هاد الفريقين والوضعية ديالهم الحالية اللي بين قوسين مقلقة جدا. واش قادرين على بلوغ أدوار متقدمة في هاد المنافسة، ومن هم الخصوم اللي غادي يواجهوا في دور المجموعات؟ هذا وبالإضافة إلى تفاصيل أخرى غتكتشفوها معنا في هذا المقطع. فبلا ما نطول عليكم، لكن بغيت نعرف شكون الجمهور الأكثر اللي عندي في القناة، واش جمهور الجيش أو الرجاء؟ أخبروني في التعليق. ودابا نبداو على بركة الله. نبداو أولا بالفريق العسكري اللي تاريخه في هذه البطولة الإفريقية كيبقى محترم جدا، رغم أنه في آخر السنوات الظهور ديالو كان شبه منعدم، بحيث آخر مرة تأهلوا لدور المجموعات في أبطال إفريقيا كانت سنة 2007، وحتى آخر مشاركة دياله كانت مخيبة للأسف، بحيث قصاه في النسخة السابقة 2023-2024 من الدور الثاني ضد النجم الساحلي. ولكن الأهم حاليا عند الجمهور أن الفريق غادي يتواجد في هذه المنافسة للمرة الثانية على التوالي، وهذه هي المكانة الحقيقية التي يستحقها النادي ضمن الكبار في القارة السمراء. مكونات الفريق والجماهير العاشقة لهذا النادي طبعا باغا ترجع تعيش الأمجاد، وعندهم أمال في هذا الجيل يصنع التاريخ ويفوزوا بالكأس الثانية، أو على الأقل يمشيوا لأبعد نقطة في المنافسة. المهم كما قلنا، العراقة ديال الجيش الملكي في الأبطال كل شيء كيشهد بها، ويكفي أنهم أول فريق مغربي توج باللقب في سنة 1985. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه الآن، واش العزاكر قادرين يمشيوا بعيد هذا العام في البطولة الإفريقية؟ أولا باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نشوفوا الوضعية اللي كيعيش النادي حاليا، خصوصا في البطولة الوطنية. إلا جينا نحكموا من ناحية الترتيب العام للبطولة، الوضع كيبقى مقبول إلى جيد باحتلالهم للمركز الثالث على بعد نقطة واحدة من المغرب الفاسي وست نقاط من المتصدر نهضة بركان. ولكن بكل موضوعية، راه كاين اختلاف كبير جدا ما بين الموسم الماضي والحالي. داك العام كان الأداء أفضل بتوازن في كل الخطوط واستقرار من كل النواحي، لا فنيا، اللاعبين مستواهم كان مميز جدا كحريمات والزحزوح، وأيضا تكتيكيا كانوا في المستوى مع مدرب محترم التونسي ناصر الدين نابي. أما في بداية هذا الموسم كاين بعض المشاكل داخل محيط الجيش الملكي، بدأت أولا من عدم رضا الجماهير وأيضا المسيرين على عمل المدرب الجديد اللي بدأوا معه العام البولندي تشيزلاف، اللي ما قدمش مع الفريق كرة هجومية اللي متعودين عليها، وكان غير مستقر على مستوى النتائج، بحيث فاز معهم غير بمباراتين فقط من أصل خمسة، الفوز الأول ضد شباب المحمدية 5-0، وفوز آخر في الجولة الثانية ضد نادي المكناسي 4-0. وبعدها النتائج بدات كتراجع في ثلاث مقابلات متتالية، خسروا ضد جديدة ب1-0، وتعادلوا ضد بركان وطنجة ب1-1. هاد السلسلة السلبية في البطولة دفعت الإدارة تنفصل على البولندي وتعيين الفرنسي أوبرت فيلود اللي يدرب في آخر محطة ليه منتخب بوركينا فاسو. ولكن حتى مع هاد المدرب الجديد الأمور ما تبدلات، وبقاو بنفس الوضع ونفس المشاكل ونفس العيوب، سواء دفاعيا ولا هجوميا، والنتائج غير مستقرة. هذا المدرب فاز على الفتح 1-0، بعدها تعادل أمام الرجاء وأسفي وربح الزمامرة، ولكن مباشرة بعدها تلقى خسارة ضد المغرب الفاسي وتعادل في آخر جولة ضد سوالم. يعني كخلاصة، الوضعية الحالية للجيش الملكي غير مطمئنة صراحة، ولكن الشيء اللي كيعطي شوية ديال التفاؤل أنه فرضيا النادي عنده لاعبين في المستوى صراحة، أما جماعيا في المستوى ديالهم متوسط إلى ضعيف، وإلى ما داركوش الأمر في أقرب وقت غيكون صعب جدا عليهم المنافسة إفريقيا، خصوصا في ظل تواجد فرق قوية جدا ومستقرة في الأداء والنتائج في مجموعتهم. هادشي غنهضروا عليه الخصوم ومواعيد المباريات، لكن من بعد ما نهضروا على الرجاء. تاريخ النسور في أبطال إفريقيا غني جدا بالمشاركات وكذلك بالإنجازات الكبيرة، وفازوا بثلاث ألقاب، بداية بأول لقب في عام 1989، والثاني سنة 1997، ومجددا في سنة 1999 مع المدرب الكبير أوسكار فيلوني. ولكن بخصوص آخر حضور ليهم في المنافسة، كان في موسم 2022-2023 اللي جاوزوا فيها دور المجموعات بنجاح كمتصدرين، ولكن من سوء حظهم طاحوا في الربع النهائي ضد الأهلي المصري اللي تفوقوا عليهم ب2-0 في مجموع المقابلتين. ولكن واش الرجاء الحالي قادر يمشي في هذه النسخة لدور متقدم؟ صراحة الجواب
بسيط وعرفوا أي رجاوي. الوضعية متشابهة شيئا ما مع الجيش الملكي، والمؤشرات الحالية ما كتبشرش بالخير. مستوى الفريق متراجع بزاف ولا مقارنة مع الموسم الماضي اللي سيطروا فيه محليا وحققوا الدوري الذهبي وكأس العرش مع زيمباور بدون أي خسارة. وللأسف لحدود اللحظة ما كاين حتى بوادر ديال التغيير أو قلب المعطيات. البداية في البطولة كانت جد كارثية مع المدرب البوسني اللي خسر أول مقابلتين ضد نهضة بركان واتحاد طنجة، وبعدها حاول الرئيس الجديد عادل هالة يصحح الخطأ ديالو بإقالة هذا المدرب وتوكيل المهمة كمدرب مؤقت للإطار الوطني الجناني. على الأقل هذا الأخير حقق نتائج ممتازة وفاز في 3 مباريات متتالية على الفتح وأسفي والزمامرة، لكن هذه السلسلة الإيجابية غادي توقف مباشرة مع قدوم البرتغالي سابينتو اللي خسر ضد السوالم في أول مواجهة ليه وتعادل بعدها في 5 مقابلات متتالية أمام الجيش، المغرب الفاسي، نادي المكناسي، المغرب التطواني، وأخيرا تعادل إيجابي في الديربي أمام الوداد. الرجاء مع البرتغالي إلى الآن بدون أي انتصار، وصحيح أن الأداء الهجومي نسبيا تحسن مقارنة بالمدرب السابق البوسني، ولكن اللمسة الأخيرة كتبقى سيئة جدا، ففي كل لقاء كيضيعوا على الأقل 3 إلى 5 فرص محققة للتسجيل. أما لقاء الديربي الأخير ضد الوداد فبلا ما نهضروا عليه، المستوى كان سيء جدا والفرص كانت قليلة بزاف. المهم استمرت النتائج السلبية وهذا الشيء كيزيد الضغط على المجموعة، خصوصا أنهم في رتبة متأخرة وبعيدين بزاف على المراكز الأولى، بحيث لحد اللحظة اللي كنسجل فيها كيحتلوا المركز التاسع في سلم ترتيب ب 14 نقطة فقط. هذا الشيء كامل كيعطينا تفسير واحد، أن الرجاء غادي يلقى صعوبة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، ومن غير النتائج فحتى الأداء صراحة ضعيف بزاف مقارنة بالموسم الماضي، وأغلب اللاعبين طاح المستوى ديالهم بشكل كبير. كيبقى الأمل الوحيد هو شخصية الفريق تظهر في هذه المنافسة وتكون انطلاقة حقيقية في هذا الموسم. فالنادي الأخضر كحال جميع الفرق الكبيرة يمرض ولا يموت. المهم بالنسبة لمجموعتنا، فممكن القول أنهم من سوء حظ الفريقين أنهم أولا طاحوا في مجموعة واحدة، وثانيا مع خصم معقد وعنده الوزن دياله في المنافسة ومتعود على التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وهو نادي سان داون صاحب المركز الثاني في دوريهم المحلي في جنوب إفريقيا. أما الخصم الثاني فهو نادي مانيما من الكونغو الديمقراطية. رغم أن هذا الفريق يعتبر الحلقة الأضعف، ولكن في الواقع راه كيبقى فريق محترم ومتطور، وقدر يقصي بيترو أتليتيكو الأنغولي ويوصل لدور المجموعات لأول مرة في تاريخهم، ومحليا راهم محتلين المركز الأول في دوريهم. يعني كخلاصة في المجموعة قوية وقوية بزاف، لكن رغم كل هذا الحظوظ كتبقى وافرة للفريقين للتأهل معا إلى ربع النهائي إن شاء الله، خصوصا إلى تحسن الأداء ديالهم وصححوا العيوب اللي عندهم. وسبحان الله من بعد ما تنافسوا إلى البطولة وتنافسوا في نهائي كأس العرش، ها هما غادي يتواجهوا مرة أخرى في دوري أبطال إفريقيا، وغتجمعهم الجولة الأولى في مباراة حارقة باستقبال الرجاء للجيش في ملعب العربي الزاولي يوم الثلاثاء على الساعة 8. كنتمنوا لهم كل التوفيق، ولما لا يتأهلوا بجوج إن شاء الله. شكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة، وكنتمنى زيارتكم لحسابي الخاص على انستغرام منير غزالي، ولا بغيتوني نستمر في الحديث على الأندية المغربية سواء في البطولة أو اللي مشاركة إفريقيا كتبوها لي في التعليق. منير يحييكم، إلى مقطع قادم إن شاء الله.